السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأستميحكم عذرا في قطعكم عن أشغالكم دقائق معدودة لا أطيل فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لنا يوم نلقاه. أيها الأحباب، لما خلق الله سبحانه وتعالى خلقه جعل بينهم علاقات تصل بعضهم ببعض، وهذه العلاقات منها ما هو غير اختياري، فأنا وأنت لم نختر من هو أبونا ولا أمنا ولا ما هي الأرض التي ولدنا فيها ونحو ذلك. وهناك علاقات اختيارية مثل الصديق والزميل والشريك والجار ونحو ذلك. فأعظم العلاقات التي لم تخترها هي والداك، وأعظم العلاقات التي تختارها علاقة ماذا؟ أعظم العلاقات التي نختارها علاقة الزواج. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذه العلاقة لما كانت بهذه المتانة كان لا يستبيح أحد على وجه الأرض، لا يستبيح إنسان من إنسان شيئا أعظم مما يستبيح الزوج من زوجه، لأن هذه أعظم العلاقات بين الخلق، العلاقات التي لم يختاروها. ولما أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالإحسان إلى بعضهم والبر والرحمة والشفقة والإصلاح والمعروف ونحو ذلك، كان حق الناس بهذه المعاني كلها التي أتى بها الشرع من كان أقوى علاقة بك من الناحية، سواء العلاقات الاختيارية أو غير اختيارية. فحق الناس بإحسانك هما والداك، وكذلك حق الناس بإحسانك هم كذلك أهل بيتك. وبهذا التوصيل نفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله. وإذا تبين هذا أيها الأحباب، أنت إذا أردت أن تحسن، إذا أحسنت إلى يتيم بعيد وإذا أحسنت إلى يتيم قريب، أيهم أفضل؟ القريب، كما قال ربنا جل وعلا، قال يتيما ذا مقربة، فذكر المقربة. وكذلك قال ربنا جل وعلا: والجار ذي القربة. فإن الجار إذا انضم إلى كونه جارا، كونه قريبا، يعني بينك وبينه علاقة، كان هذا أدعى إلى الإحسان إليه. هذه المقدمة أريد أيها الأحباب أن أصل إليها إلى معنى لم أذكره إلى الآن. المقدمة الثانية: الله سبحانه وتعالى عظم حق الوالدين في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في ما هي الحكمة والعلة من هذا التعظيم، هل هو لأن الله سبحانه وتعالى يحب الوالدين؟ أسألكم، هل الله سبحانه وتعالى يحب الوالدين ولهذا أمر ببرهما وذكر حقهما بعد حقه؟ لا، لأن الوالدين قد لا يكونان أصلا على الإسلام، صح ولا لا؟ ولهذا إنما أمر الله سبحانه وتعالى ببرهما وعظم حقهما تعظيما لأمر عظمه الشرع، ولو تأملت الآيات والأحاديث لوجدته فعلا أمرا معظما، وهو الوفاء مع من أحسن إليك، صح ولا لا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الجاحد لحق الناس غالبا تجده جاحدا لحق الله سبحانه وتعالى. وأعظم الناس بوفائك الوالدين، وكذلك أهل بيتك، الزوج مع زوجته، والزوجة كذلك مع زوجها. فلا يحسن الإنسان إلى الناس البعيدين وقد نسي أهل بيته، ولا يصبر على الناس البعيدين في إساءتهم إليه وهو لا يصبر على إساءة أهل بيته. وهذا خطاب موجه إلى الزوج والزوجة على حد سواء. الأمر الذي يتلو هذا هو أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أكره الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، أو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، الطلاق. وسبب كون الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى ليس كرها في ذات الطلاق كفعل، فهو فعل حلال إذا قد أحله الله سبحانه وتعالى، وإنما للأسباب التي تدعو إلى الطلاق ثم العواقب التي تأتي بعده.
فإن الأسباب التي تدعو إلى الطلاق هي الأسباب التي تفرق بين المؤمنين عادة حتى لو كانوا أصدقاء، فلا يأتي طلاق يعني في العادة مع المحبة والمودة والألفة، وإنما يأتي الطلاق يعني غالبا بعد سوء العشرة والنكد والقطيعة والسباب والشتام ونحو ذلك، ثم يأتي بعده الطلاق. وكذلك بعد الطلاق تأتي القطيعة الأشد، وقد يقع ضرر للأبناء ونحوهم، ولهذا كان أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى الطلاق، ولهذا كان الصالحون إن لجأوا إلى الطلاق كان تسريحا بماذا؟ بإحسان، لا يأتي بعد شق الأنفس. فإذا علمنا بأن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، علمنا أن هذه الأسباب التي تأتي بالطلاق أو تؤدي إليه، وكذلك العواقب التي تأتي بعده أنها مكروهة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلى الإنسان إلى الإحسان إلى الناس وقد نسي أهل بيته. آخر أمر أختم به في هذا الشأن ولا أطيل عليكم، هو أن الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في حديث العيد لما ذهب إلى النساء يعظهن، وهذا الحديث نعرفه جميعا، لكن قد يخفى على بعضنا معنى دقيق فيه، وهو المعنى الذي ذكرته من قبل، وهو معنى الوفاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى النساء في يوم العيد قال لهن ماذا؟ تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، صح ولا لا؟ طيب، قامت امرأة فقالت بما يا رسول الله، لماذا نحن النساء أكثر أهل النار؟ بماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعزز المعنى الذي ذكرته من قبل، قال تكثرن اللعنة وإيش؟ وتكفرن العشير، هذا عدم وفاء، هذا جحد للمعروف. فتخيل أن النساء أكثر أهل النار لكثرة ما عندهن من جحود معروف الزوج عليها، والناس قد يقع منهم تساهل، ينكر بعضهم حق بعض وكأن الأمر هو مجرد شيء مستحب، إن اعترفت بالفضل لفلان عليك بها ونعمة، وإلا فالأمر واسع. لا، عد النبي صلى الله عليه وسلم كفرانا عشير عند النساء أنه من أسباب دخولهن النار. وإذا كانت المرأة خلقت على ضعف ومع ذلك لم تعذر في كفران العشير، فما بالك في الزوج الذي يكفر العشير؟ لا شك أن الزوج لما كان أكمل كان المفروض منه أن يكون أكثر وفاء وحرصا على هذه العلاقة الزوجية. أختم أيها الأحباب بأن هذه المعاني كما ذكرت معاني موجهة للزوج والزوجة، فكلاهما مطلوب منه الوفاء والصبر والإحسان والبر والإعراض عن الشيء الذي يمكن الإعراض عنه. وكما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشيطان باسل عرشه على البحر ثم يرسل سرايه، فإذا رجعوا قال له أحد الشياطين فعلت كذا، ثم الثاني يقول فعلت كذا، إلى أن يقول أحدهم ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال أهل العلم في شرحه ليس مراد الطلاق فقط، لأنه قال حتى فرقت بينه وبين زوجه، ذكر الفراق فقط، والفراق قد يكون من جهة الزوج وقد يكون من جهة الزوجة بالخلع. ولهذا كان أفرح شيء للشيطان أن يأتي إليه شيطان فيبشره بأنه فرق بين زوج وزوجه. ولهذا فالطلاق وإن كان حلالا إلا أنه من أعظم ما يفرح به الشيطان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأن المؤمنين أمرهم شورى بينهم، وعظم الشورى في القرآن، حتى سمى الله سبحانه وتعالى الشورى في القرآن أو الاستشارة سماها فتوى. من يعرف موضع الآية التي سمى الله سبحانه وتعالى فيها الاستشارة فتوى؟ سم التي في يوسف تعبير الرؤى، لا أنا أريد استشارة، سم أفتوني في أمري التي ذكرها الشيخ في سورة النمل، أن ملكة سبأ قالت للملأ أفتوني في أمري. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال فسمت الاستشارة فتوى. ونستفيد من كون الاستشارة فتوى، نستفيد أمرين. الأمر الأول أنها مهمة، كما أني أنا إذا كنت جاهل في حكم شرعي أذهب إلى العلماء أسألهم،
ما أركب الأمور بدون سؤال. فكذلك إذا أنا كنت محتاج إلى فعل أمر عظيم زي الطلاق لا بد أن أشاور سواء رجل أو امرأة. الأمر الثاني أن المشير يجب عليه أن يتق الله ولا يشير إلا وقد علم ما يشير به حقا، لا يجازف بالإشارة على الناس بما يعرض على ذهنه بادي الرأي وقد يقع بسبب يعني إشارته عليهم أضرار أو مصائب وهو غافل عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا وقلوبنا بالإيمان واليقين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأعتذر لكم على الإطالة.